الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا ثقتي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحابته الأخيار وآل بيته الأطهار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، فإنه من اتقى ربه علا، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. أحبتي في الله، سنعيش معكم في هذه الدقائق المعدودات تحت ظلال الثقة بالله والتوكل عليه. فالتوكل على الله والثقة بالله هي خلاصة التفويض إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الثقة بالله هي التسليم المطلق للملك جل وعلا. الثقة بالله هي الاطمئنان القلبي الذي لا يخالطه شك. فالله عز وجل أعلم بما يصلحنا وبما ينفعنا ويضرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال بعض السلف: صفة الأولياء ثلاثة، صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء، والفقر إليه في كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء. لولا الثقة بالله يا عباد الله ما ألقت أم موسى فلذة كبدها ووليدها، ما ألقته في اليم تتقاذفه الأمواج ويسير به البحر إلى مكان لا يعلمه إلا الله، لكن ثقتها بربها عز وجل جعلتها تدفع بابنها الصغير الوليد، لأنها تعلم أنه سيكون في معية الله وحفظه ورعايته. فما كان جزاء هذه الثقة يا عباد الله؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الثقة تتجلى في موسى عليه السلام حينما فر هاربا هو وقومه من بطش وكيد فرعون. فلما وصل إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لكن موسى قال بلسان الواثق بالله عز وجل: كلا، إن معي ربي سيهدين.
فما كان نتيجة هذه الثقة يا عباد الله؟ وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنجى الله موسى ومن معه ورد كيد فرعون إلى نحره وأغرقه هو وجنوده في اليم. الثقة بالله تتجلى في سيرة سيد الواثقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان في الغار مطارداً ملاحقاً من كفار قريش، يختبئ بالغار هو وصاحبه أبو بكر، فيخشى أبو بكر على حبيبه ورفيق دربه صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، خوفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا يجيبه الواثق من ربه؟ يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. فما كان نتيجة هذه الثقة؟ نصر وتمكين وتأييد من الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الثقة تتجلى بتلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسة الواثق بالله في غزوة الأحزاب، حينما اجتمع الناس واجتمع كفار الجزيرة العربية يريدون كيدا ومكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فطوقوا المدينة من كل الجهات، لكن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت ثقتهم بربهم أعظم من كل أسباب الأرض، فوصفهم الله بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا عباد الله، اجعلوا ثقتكم بالله عز وجل، فوضوا أموركم إليه، الجأوا إليه في كل الأحوال والساعات، واغرسوا هذه المعاني في نفوس أبنائكم، ربوا فلذات أكبادكم ألا يعتمدوا إلا على الله، ألا يثق إلا بالله. حاتم الأصم الرجل الصالح أراد أن يحج بيت الله الحرام، فجمع أهل بيته وبنياته وقال لهم: إني قررت وعزمت السفر إلى الحج، وترك لهم زادا بسيطا يكفيهم لأيام، فقالوا له: يا أبانا، لمن تكلنا؟ لمن تتركنا؟ من سيطعمنا ويسقينا؟ وكانت له بنية من الواثقات المؤمنات التي تربت في مدرسة حاتم، قالت لهم ووجهت الكلام لأبيها: يا أبت اذهب، امضي، فلست أنت برازق، فالله هو الرازق. ومضى حاتم الأصم إلى حجه، وبعد أيام نفد الطعام، نفد الطعام والزاد، فجاءت الأم والأخوات يعنفن هذه البنت على أنها سمحت لأبيها أن يغادر إلى الحج، فلجأت هذه البنت واختلت بنفسها
ورفعت أكف الضراعة إلى الله وقالت له: يا رب، يا الله، يا من رزقتنا وأغنيتنا، اغننا بحلالك عن حرامك، لا تنجئنا إلى أحد سواك. في اليوم الثاني يشاء الله عز وجل أن يمر أمير المنطقة والمدينة ليتفقد أحوال الرعية، فيشعر بعطش شديد فيطلب كوبا من الماء. يسارع أحد الجند إلى أحد البيوتات ويقول لهم: إن الأمير عطشان يريد كوب ماء. ويشاء الله عز وجل أن يكون هذا البيت بيت حاتم الأصم، فيحضر له أهل البيت كوبا من الماء باردا، فيستلذ بشربه الأمير، فيقول: بيت من هذا؟ قالوا له: بيت حاتم الأصم. قال: بيت حاتم هذا الرجل الصالح، لا بد أن نسلم عليه وأن نشكره على ما فعل. قالوا له: إنه في الحج، وإن بنياته وأهل بيته في البيت. فقال: إذن لا بد أن نكافئ أهل هذا البيت. فينطقه الله عز وجل ويقول: هذه صرة المال. يخرج صرة من المال ويرميها إلى بيت حاتم، ثم يقول لمن حوله: من أحب الأمير فليصنع مثل صنيعه. وبدأ الناس والرعية والجنود كل منهم يأخذ ما في جعبته ويرميه إلى الدار، حتى امتلأ البيت بالمال. ففرح أهل البيت فرحا عظيما، إلا هذه البنية، وجدوها تبكي. قالوا لها: ما بالك تبكين وقد امتلأ البيت بالمال؟ فقالت: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر الخالق إلينا؟ الله أكبر. كلمات تكتب بماء الذهب. لقد نظر إلينا مخلوق، أمير نظر بمشيئة العليم القدير، نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ يا أيها المحزون، يا أيها المكروب، يا من أصابك مرض، يا من فقدت وظيفتك، يا من أصبت بمصيبة، يا من سالت دماؤك في الشوارع والطرقات، يا أيها المظلومون، يا أيها المقهورون، ثقوا بقدرة الله عز وجل، عودوا إليه وتأكدوا أن الله عز وجل لا شك كافيكم، ولا شك ناصركم، ولا شك مفرجا عنكم ما أنتم فيه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتوكلين عليه الواثقين به، إنه سميع قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.